هي ثم طلبات تقدمت أكثر من 45 طلب وجدت وجوه القانون بحق شخص السيد قاضي التحقيق، ولكن تغاضى على معظمهم، ودارتهم اعتبرت أن الطلبات هذه جدية، بمعنى أنه حرية بأن يقع تناولها. وانذكر بمعطى آخر أنه ثم شكاية تقدمت إلى السيد وكيل الجمهورية فيما يخص إخفاء الاختبار البلستي، وأحالها السيد وكيل الجمهورية إلى المكتب التحقيق هذا المتعهد بالقضية، ولكن إلى حد الآن لم توجه أي تهمة إلى رئيس الحكومة آنذاك ووزير الداخلية وتقريب 10 أو 9 من كوادر وزارة الداخلية بما فيها المسؤولين على الملف هذا، وخاصة على ما يتعلق باختبار البلستي اللي تعرفوا جيدا بقى حوالي 4 أو 5 أشهر. بقى في خزينة وزارة الداخلية، ورغم اللي أحد أعضاء الإدارة الفرعية المكلف عنده إنابة حفر مشى لها هاي وسهم، ثم 3 أمنيين مشاو لها كملوا مهمتهم نهاية 29 مايو. مشاو بمفردهم يعني. مشاو لا في إطار مهمة بتكليف من السيد مدير الأمن العمومي سي وحدة تجاني، وتنقلوا إلى هاي قعدوا 3 أيام وأنجزت المهمة وروحوا بخمسة نسخ من الاختبارات هذه. ولم يعلن مقر التحقيق. ورماه غادي رغم اللي السيد إسلام هذايا هو أحد الناس اللي يخدموا في الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية اللي عندها قرار الإنابة. وبقي أشهرا واعتبروا هناك جريمة، وتعرفوا جيدا في قانون الإرهاب 10 ديسمبر من يخفي جريمة إرهابية يحال على موجب القانون الفصل 18 أنه يتسمى شارك في الجريمة هذه. طيب إذا لأنه وقع سماحهم بصفة إجمالية توجه لهم التهمة إلى حد الآن، وهذا كما قلت ما أنصفتنا فيه دائرة الاتهام، وبالطبيعة اعتبرت أنه طلبات جدية. مسألة النظر فيها كمسألة أخرى، يعني تو قاضي التحقيق هو الذي سيعيد النظر لك من زاوية أخرى، من زاوية أنها طلبات جدية وينبغي أن نجيب عنها. هل هو ملزم قانونا بالنظر؟ ملزم بالطبيعة، دائرة الاتهام هي محكمة استئناف درجة ثانية، يعني تأمر مش تطلب فقط، معناها تعتبر كما محكمة استئناف يمكنها أن تنقف بالطبيعة. لكن بالطبيعة احنا تو نستناو محكمة التعقيب اللي هي متعهدة محكمة القانون، وستنظر في وجهة قرار دائرة الاتهام هذا من هنا لبضع أسابيع، وستنظر لأنه متعهدة كامش بالطلبات، نحن متعهدة بطعون وجهة المتهمون وطعون أيضا وجهة النيابة العمومية. هذه خلال أسابيع بطبيعة الحال ستعين جلسة ويعلمون جلسة التعقيب هذه، وسندافع عن وجهة النظر هذه، ونتمنى أنه محكمة التعقيب تمشي في اتجاه هذا، تمشي في أنه هناك إخلال في البحث عن الحقيقة.